السلام عليكم طلاب، نرحب بكم في محاضرة جديدة إن شاء الله في تكملة شرح مادة التطبيقية لجامعة بغداد كلية التربية ابن الهيثم الفصل الثاني. الآن عندنا آخر موضوع بهذا الفصل اللي هو Singular Value Decomposition، نختصره بثلاث أحرف اللي هو SVD Singular Value Decomposition. هنا هذا الموضوع طلاب، فائدة هذا الموضوع SVD هو يعالج لي المصفوفات اللي تكون من نوع سنجولر. احنا نعرف شنو مصفوفة سنجولر، يعني بمعنى من جيت حسبت لها المحدد كان المحدد يساوي صفر، ويختص بالمصفوفات سي اللي هي اعمدتها المتجهات الذاتية. احنا من نوصل هاي المرحلة، طبعا السي هي مهمة جدا في استخراج المصفوفة القابلة للأقطرة، في استخراج المصفوفة القابلة للأقطرة بشكل متعامد، في استخراج الجينات وإلى آخره. هذه المصفوفة سي تعتبر مهمة ودخلت بهواي تفاصيل ومواضيع، لكن في حالة كون المصفوفة سي من جيت حسبت لها المحدد تساوي صفر، فإذا هاي has no invertible، لا تمتلك معكوس، لأنه السبب أي مصفوفة محددها صفر هي تعتبر مصفوفة غير قابلة للعكس، ما راح ألقى لها معكوس. فبالتالي نتوقف، لا، جتنا هذه الطريقة وتوضح لنا أنه أكو علاج لهذه المشكلة. مثلا نأخذ المصفوفة أي تساوي لنا 1 1 0 1، هذه المصفوفة، ولقينا إلها مصفوفة سي بهذا الشكل. هذا المصفوفة سي هي أعمدتها المتجهات الذاتية، لكن من أجينا حسبنا السي انفيرس، نريد نحسب الانفيرس، نحتاج نحسب المحدد، نقول 1 على المحدد المصفوفة سي، فراح يكون بدون ما أكمل 1 على 0. إذن هاي المصفوفة غير قابلة للعكس، ما أقدر أحسبها، كمية غير معرفة، لأنه مثل ما تلاحظون محددها هو صفر هذه المصفوفة. فشلون نعالجها؟ راح نعالجها بهذه الطريقة اللي هي SVD. عندي شنو؟ عندي المصفوفة أي، هذه المصفوفة أي راح تكون مو شرط مربعة في هذا الموضوع. المصفوفة أي ممكن أي مصفوفة أخرى، ممكن تكون مستطيلة M في N والM ما يساوي الN، أو تكون يعني الM أكبر من N مثلا، أو تكون مثلا N في N، ما يهم، مصفوفة مربعة أو كانت المصفوفة غير مربعة راح يشتغل عليها هذا الموضوع. فإذا عندنا المصفوفة مالتنا بالبداية ما متقيدين من عندها، و then الـ A can be written using SVD of the form، راح نكتب الـ A بواسطة قانون الـ SVD بالفورمة الآتية. شنو هاي الفورمة؟ هاي تحفة الطلاب، هو هاي قانوننا اللي هي A تساوي لنا U في S في V ترانسبوز، U في S في V ترانسبوز. زين، شنو ال U وشنو ال S وشنو ال V ترانسبوز؟ احنا نحتاج نعرف ال U وال S وال V. طلابنا القانون يقول A تساوي لنا U في S في V ترانسبوز. اولا راح نجي نحكي عن المصفوفة U. ال U هي تساوي لنا، نستخرجها مصفوفة أعمدتها المتجهات الذاتية ويكون orthonormal، هذا متفقين عليها، ويكون orthonormal، أعمدتها المتجهات الذاتية ويكون orthonormal. لكن المتجهات الذاتية لأي مصفوفة؟ للمصفوفة أي؟ الجواب كلا. المتجهات الذاتية للمصفوفة أي ترانسبوز في أي، تمام؟ يعني تروح تجد المنقول للمصفوفة أي وتحسب لها الترانسبوز، وتجي تحسب اي ترانسبوز في اي، تطلع لك مصفوفه ولتكن خلينا نسميها مثلا المصفوفه ام، او خلينا نميزها ام حتى لا يصير بالك يروح على الجينات، خلينا نقول مثلا المصفوفه ار، طلعت لنا مصفوفه اسمها ار. هذه المصفوفه ار نروح نحسب لها شنو؟ القيمه الذاتيه، يعني ار ناقص لامدا اي، صارت عندي مصفوفه جديده اسمها ار اللي هي جاية من أي ترانسبوز في أي، تمام؟ نروح نحسب لها القيم الذاتية مثل ما احنا نعرف أي في أي ترانسبوز، لا لا، أي ترانسبوز في أي طلاب، الفي لا بلا الفي في أي ترانسبوز في أي، نعم صحيح صحيح، اليو اي في اي ترانسبوز والفي اي، هو استاذ محمد قاعد تعرفها من الفي تي، اخذوا بالبدايه اي ترانسبوز الفي تي، واليو لا تبدي اي بعدين اي ترانسبوز. نعم،
خلي جي نتأكد من كلامكم طلابنا الأعزاء. لا والفي مو اليو خالص. أي ترانسبوز في أي؟ هي هاي الفي. اليو اليو هاي هسه أنت كتبت اليو، الفي قال عرفوها مو هي عليها تي؟ قال فابدوا أي ترانسبوز في أي. نعم طلابنا، خلي بس نتأكد ثواني حتى يكون الحل مالتنا ما بيه مشكلة. تمام. فإذا مصفوفة الفي، الفي هي راح تكون بالشكل الآتي، هي في أي ترانسبوز في أي، تمام. ولتكن مثلا سميناها R، نروح نحسب لها شنو؟ نروح نحسب لها القيم الذاتية وبعدها نحسب المتجهات الذاتية، تمام. بعد ما استخرجنا المتجهات الذاتية وهذه التفاصيل كلها راح تشوفها بالحل، لا يعني يجب أن نثبت أنه المتجهات الذاتية لها كلها أطوالها تكون واحد يعني orthonormal سيت، وأيضا حاصل ضرب أي اثنين من عندهم الناتج يساوي صفر. هذا واضح طلابنا؟ زين. بعد آية الـ V المصفوفة S هي شنو؟ هي المصفوفة S هي مصفوفة بنفس رتبة المصفوفة A، نفس رتبة المصفوفة A، لكن شنو بالداخل هنا موجود؟ بالداخل عندي القيم الذاتية، يعني خلينا نقول عليها قطرية، لكن هي في حالات ما تكون قطرية، تمام؟ يعني هي أصفار كل القيم، لكن مو شرط تكون مربعة، مو شرط، حسب المصفوفة A. ما تش أخلي بيها هنا؟ أخلي بيها جذور اللمدا وبالترتيب، جذور اللمدا وتنازليا، يعني هنا مثلا عندي اللمدا خمسة وهنا عندي لمدا واحدة، خلي خمسة فوق جذر خمسة وجوه جذر الواحد، وهنا عندي أصفار حسب شكل المصفوفة مالتي. زين هاي اللمدا مين راح آخذها؟ مين راح ناخذها طلابنا؟ راح نجي نطلع قيم اللمدا من هذه المصفوفة أي ترانسبوز في أي، صح طلاب وياي مأيديني؟ إيه صح. استخرج قيم الاس المصفوفة اس من اللمدا اللي خاصة بأي ترانسبوز في أي. انت مو هنا طلعت اللمدات حسبتهم لمدا 1 لمدا 2 حسب اللي عندك، تجي تاخذ لهم الجذور وترتبهم تنازليا من الأكبر إلى الأصغر وتخليهم بالمصفوفة اس، وتكون مصفوفة قطرية، باقي العناصر كلها أصفار، فقط القطر الرئيسي راح يكون هي جذور اللمدا. زين هذا أو ثانيا بقالنا بس المصفوفة يو. اليو هي راح تساوي لنا اي في اي ترانسبوز، ونفس الحالة مصفوفة اعمدتها المتجهات الذاتية، لكن المتجهات الذاتية المن للمصفوفة اي في اي ترانسبوز. اذا راح نروح نحسب المتجهات الذاتية، القيم الذاتية لها، نحسب المتجهات الذاتية ونشيك كل متجه يجب ان يكون هو orthonormal، يعني طوله واحد، ونعالجه في حالة كانت الأطوال هي أكبر أو يعني ما تساوي واحد. هذا كل الموضوع، نجيبهم ونعوضهم هنا المصفوفات. المفروض ترجع لنا منه المصفوفة أي يو في اس في في ترانسبوز، طبعا نحسب المنقول للفي هذا واضح، ترجع لنا المصفوفة أي. خلينا نشوفها بمثال. شوفوا طلابنا شي يقول لي find the s v d يعني singular value decomposition for the following matrix، المصفوفة الآتية. هاي المصفوفة احنا ما ذكرنا عليها اي شروط، ممكن تكون مربعة قلنا وممكن تكون ليست مربعة، ولا هي symmetric ولا هاي التفاصيل، عادي ما يهمني اي مصفوفة عندي. هذه المصفوفة امامكم 5 5 سالب 1 7. اول شيء نستخرج ال V، نستخرج ال V. ال V هي شلون نستخرجها؟ اي ترانسبوز في اي، ناخذ المنقول للمصفوفة اي راح يكون يساوي كل صف أسوي عمود، يعني خمسة خمسة هذا راح يكون عمود، سالب واحد سبعة هذا راح يكون عمود، أضربه بالمصفوفة أي الأصلية راح تطلع لي هاي المصفوفة الجديدة. طلابنا هاي المصفوفة الجديدة شو تسوون؟ شو أروح أستخرج؟ أعتبرها مصفوفة مالتي عادي، يعني وكأنما هاي أنساها، أروح أستخرج قيم اللمدا والفكترات، أستخرج اللمدا وأستخرج الفكترات، تمام. هسه لو نجي بعد هاي التفاصيل كلها طلعنا محددها، طبعا هاي المصفوفة حتى نروح نستخرج اللمدا محددها، وهاي الامور تشوفون شوية هنا اكو تعقيد بالموضوع، قيم يعني شوية
كبيرة ناقص 100 لمدا زاد 1600 وما ادري شنو هاي التفاصيل. المهم بالاخير تحصلنا على قيم اللمدا شقد اللي هي 80 و20. لمدا تساوي 80 واللمدا تساوي 20. هسه ايش راح نجي نسوي؟ راح نطلع الفكترات، نعوض مره 80 بالمصفوفه مالت نهايه ومره نعوض 20. فطلعت لي الفكتر الاول هو 1 و3 راسا عالجناه، من اجينا حسبنا طوله هذا سميناه ار1 نسميه في1. طبعا هنا ار1 في يعني يقصد هذا المتجه 1 3 طوله ايش قد طلاب؟ طوله 10 مو تمام جذر العشرة، يعني من اجي اخره تحت الجذر 1 تربيع 1 زائد 3 تربيع 9 والناتج جذر العشرة هذا ايش بيه؟ ما يساوي 1. مباشره اعالجه اقسمه على شنو؟ على طوله، فراح يكون 1 على جذر العشرة و3 على جذر العشرة. هذا هو المتجه الاول الجديد، خلصنا منه هذا جهزناه. نروح على المتجه الثاني بتعويض قيمه اللمدة الثانيه اللي هي 20، نعوضها بالمصفوفة مالتنا الأصلية. شوفوا هاي الخطوات طلاب ما تحتاج أشرحها مرة أخرى، لأنه استخراج قيم اللمدا والإيجن فكتر وهاي التفاصيل إيجن فالي كلها شرحناها، إحنا كنا نسولف بهذا الموضوع صار يومين. فإذن هذا يعني يعتبر عليكم ومراجعة، مراجعة عليكم فقط. اللي صار تغيير هي أي ترانسبوز في أي، طلعت لك مصفوفة جديدة خلاص هاي المصفوفة راح تشتغل عليها الشغل القديم. القيمة الثانية انطتني الفكتر الثاني اللي هو سالب 3 واحد، سالب 3 واحد لو ألاحظ أضربه مع الفكتر الأول النتيجة قد راح تكون صفر. أوكي نتحقق هذا الشرط، لكن هذا المتجه طوله أيضا راح يكون جذر العشرة، فإذا هو ما يساوي واحد أقسمه على طوله راح يكون طوله يساوي واحد، فراح يكون سالب 3 على جذر العشرة وواحد على جذر العشرة. إذا تكونت عندنا من هي المصفوفة V، مضبوط مثل ما قلتوا انتوا في بداية المحاضرة، المصفوفة V اللي هي تساوينا الفكتر الاول 1 على جذر العشرة و3 على جذر العشرة راح نجيبها ننزلها هذا، والفكتر الثاني سالب 3 على 10 و1 على جذر العشرة، سالب 3 على جذر العشرة و1 على جذر العشرة. زين نروح على المصفوفة S طلابنا، اجي هنا مين اطلع المصفوفة S؟ مثل ما اتفقنا مصفوفة قطرية عناصر قطرها الرئيسي هي جذور اللمدا، جذور اللمدا بعد ترتيبهم تنازليا، فاذا راح تكون المصفوفة S تساوي لنا انا عندي اللمدا 80 راح تكون تساوي لنا جذر ال 80 اخذ لها الجذر 0 0 جذر ال 20 هذه هي الاس. واضح طلابنا؟ هاي الاس امامكم من اللمدا اللي خاصه باي ترانسبوز في اي، باي ترانسبوز في اي طلعت عندنا الاس. نروح نطلع بنفس الطريقه منه نطلع يو. طلاب هنا يو ترى ما مستخرجيها، هذه تعتبر عليكم، هو مستخرجها بشكل مباشر جاي كاتب القيم، فتنتبهون المصفوفه يو هي نستخرجها من الطريقه الاتيه، اي في اي ترانسبوز تطلع لك قيم، تطلع لك مصفوفه معينه تروح تستخرج لها اللمدات تمام، تعوضهم بالمصفوفه الاصليه، تستخرج الفكترات تشيك طول كل فكتر لازم يكون واحد، وتستخرج من عندها المصفوفة يو، تجي تنزل الفكترات والمصفوفة يو جهزت عندك المصفوفة يو، تجي تطبق القانون اي تساوي لنا المصفوفة يو اللي طلعت لك مضروبة في الاس اي اليو في اس في منو في في ترانسبوز، في في ترانسبوز هذا الفي طلع عندك بس تاخذ له المنقول وتضربهم مع بعض المفروض يطلع لك يرجع لك منه النتيجة المصفوفة اي، حتى تكون حلك مضبوط وتتأكد من استاذ منه. علي نعم باليو هم يحتاج القيم الذاتية؟ نعم نفس الحالة بنفس الطريقة ده تشوفون ماني ليش ذكرت في بداية المحاضرة الموضوع شوية مطول، لانه اني من كل مصفوفة لازم اطلع قيم ذاتية، يعني اليو اطلع لها قيم ذاتية ومتجهات ذاتية والفي اطلع لها قيم ذاتيه ومتجهات ذاتيه تمام، ومو فقط اضرب المصفوفه اي في اي ترانسبوز وهي مباشره تساوي ليو، لا ما اقدر يعني لازم بنفس الطريقه ايضا استخرجها تمام تمام، وتطلع عندك المصفوفه اي بالاخير الناتج. منطيك هذا المثال الثاني، مثال ثاني هو جدا مطول بس حاله بالتفصيل ركزوا وياي، منطيك مصفوفة A هي مصفوفة مستطيلة تمام،
وقايل لك استخدم الاس في دي. فانت حسب قانونك الاس يساوي ان الاي شي يساوي ان يو في اس في في ترانسبوز. اول شيء تروح تستخرج الفي، من الفي تستخرج الاس، تمام، وتنتهي عندك. الفي هي عبارة عن مصفوفة من نستخرجها اي ترانسبوز في اي، تمام. هاي المصفوفة الجديدة من ضربناها طلعت لنا هاي المصفوفة الثلاثية، لانه هاي هي عبارة عن ثلاثة في ثلاثة في اثنين، وهاي المصفوفة هي اثنين في ثلاثة. فاذا من اجي اضربهم راح تطلع مصفوفة مربعة حجمها ثلاثة في ثلاثة ابعادها، هاي امامكم. هاي المصفوفة الجديدة اللي صارت عندي. بعد انسى الاي وانسى اي ترانسبوز ما احتاجهم، اجي على هاي المصفوفة اللي ظهرت عندي، اطلع لها القيم الذاتية بالطرق السابقة، واطلع من عندها المتجهات الذاتية، تمام، واخذ القيم الذاتية اطلع من عندهم المصفوفة اس باخذ جذور القيم الذاتية وبالترتيب، تمام. يعني شغلنا هواي راح يصير على اي ترانسبوز في اي، نستفاد من عندها اثنين، نطلع الفي ونطلع الاس. ماشي طلاب؟ فبهذا الشكل تشوفون القيم ايضا شوية مطولة بس سهلة، يعني شوية. فطلعنا اللمدات، قيم اللمدات مرة 12 مرة 0 مرة 10 مرة 0، فراح تكون عندي بهذا الشكل. يعني هنا لو نجي المصفوفة S شنو راح تطلع عندي؟ المصفوفة S تساوي ان اجي اقارنها ويا المصفوفة A، شوف اللمدات هي 12 و 10 و 0، تعايا المصفوفة اي، لامدا 1 تساوي 12، لامدا 2 تساوي 10، ولامدا 3 تساوي 0. المصفوفة اس هي مصفوفة يعني وكأنما قطرية، بس شنو؟ تكون بنفس ابعاد المصفوفة اي، بنفس ابعاد المصفوفة اي. فأني من اجي هنا راح اخلي اول قيمة اللي هي اكبر قيمة باللمدات 12، راح اخذ لها الجذر، جذر 12. هاي القيمة شو اخليها؟ 0، وهاي صفر. نفس الحالة هنا صفر، وهنا شخلي جذر 10، واضح؟ خلاص هاي المصفوفة S وهنا صفر، واضح طلابنا؟ تكون نفس أبعاد المصفوفة أي، نفسها، يعني مو شرط تكون مربعة، انتبهوا هاي المصفوفة S، تمام. بعد عندي ممكن واحد يسأل جذر الصفر هو صفر وأنا أخليه، ما أقدر أخليه بعد لأنه تختلف عندي الأبعاد، فخلاص نكتفي بهذه المصفوفة S بهذا الشكل. وأني مطلع الفكترات، طبعا هذا الفكتر الأول راح يطلع لي، ألاحظ أنه طوله ما يساوي واحد، نفس الحالة أعالجه، طوله يساوي جذر الستة، أقسم على جذر الستة صار طوله واحد بهذا الشكل. أخذ اللمدة تساوي 10 وأطلع الفكتر الثاني، شوية العمليات مطولة يعني وغير منطقية بساعة واحدة للامتحان، فتنتبهون يعني هنا بس تاخذون فكره، واضح؟ ممكن انه يكون اكو فد معطيات بالسؤال تسهل عليكم هواي هذا الحل، يعني يكون الحل بسيط جدا. الفي 2 هي 2 سالب 1 0، ايضا نوت ارثونورمال، السبب لانه طوله ما يساوي 1، راح نعالجه، نستخرج طوله ونقسم على طوله، راح يكون بهذا الشكل، تمام. عندما اللمدا 0 عوضناها طلع لنا الفي 3 ونعالجه ايضا، سوينا طوله واحد. هسه من حقنا ننزلهم بمصفوفه الفي، هذول المتجهات، تمام، نزلناهم هنا بالمصفوفه في، وحسبنا المصفوفه اس بالبدايه مثل ما قلت لكم، ونحسب لها الترانسبوز هاي ايضا بنفس الوقت، ونخلص من عندها. يبقى لنا المصفوفه يو. المصفوفه يو مين جايه؟ من اي في اي ترانسبوز، اي في اي ترانسبوز. اروح اضرب اي في منقولها راح تطلع لي مصفوفة مربعة بهالشكل، صارت عندي مصفوفة جديدة، أروح أحسب لها منو؟ القيم الذاتية، من عندها أستخرج منو؟ المتجهات الذاتية، وأشيك كل متجه طوله واحد، وأنزلهم بمصفوفة جديدة اسمها يو، أعمدتها المتجهات الذاتية. نفس التكنيك، كل هاي الخطوات معادة، استخرجنا اللمدات 12 10، جينا نستخرج الفكترات، طلع لنا المتجه الأول واحد واحد، طوله ما يساوي واحد، عالجناه، سوينا طوله يساوي واحد. المتجه الثاني من اللمدة تساوي 10، أيضا راح يكون واحد سالب واحد، ما يساوي واحد، يعني not orthonormal، عالجناه، قسمناه على طوله، صار يساوي واحد، فرقناهم بمصفوفة يو. هذول المتجهات، خلاص هي خلصنا، جهزت يو
والفي ترانسبوز طلعناها والاس، نجيبهم نضربهم مع بعض. الاي المفروض تساوي يو في اس في في ترانسبوز. هاي اليو احنا مجهزيها هاي امامكم، نضربها بالاس اللي طلعناها، ناخذ المنقول للفي المفروض ترجع مصفوفة اي بعد ما ضربناهم، ترجع لي مصفوفة اي. واضح طلابنا؟ واضح استاذ. لو تلاحظون الخطوات اللي احنا يعني مشينا بشكل سريع وشرحناها هي كلها معادة، يعني كلها نفس الخطوات، استخراج القيم الذاتية، المتجهات الذاتية، الأورثونورمال، وهاي التفاصيل كلها، مجرد التغيير اللي صار عندي انه راح نبدي بأي ترانسبوز في أي نطلع في، يعني مصفوفة جديدة، احنا كنا نعتمد على المصفوفة المعطاة بالسؤال ونطلع لها القيم الذاتية، هنا لا، الاختلاف اللي صار عندي راح نعتمد على المصفوفة أي ترانسبوز في أي حتى نستخرج الـ V، ومن عندها نستخرج الـ S، وذيك بالعكس اللي هي أي في أي ترانسبوز تطلع لي المصفوفة U. وننتبه المصفوفة كل واحدة منهم هي مصفوفة تكون أعمدتها المتجهات الذاتية وتكون الأعمدة كلها أرثونورمال. واضح طلابنا؟ واضح استاذ. ممكن تجربون تحلون سؤال منا وينتهي عندي الفصل الثاني إن شاء الله.